تعالى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. هنتكلم النهاردة زي ما أنتم عارفين بإذن الله، وما أدراك ما عرفات. وما أدراك ما عرفات معناه أن فضل اليوم ده فوق التصور وفوق التخيل. يعني سبحان الله، أنا يعني والواحد بيطالع الأحاديث اللي واردة في فضل عرفات والنصوص اللي واردة في فضل عرفات، عرفت ليه في الصحابة والسلف، يعني جمع من الصحابة والسلف، ليه كانوا بينزلوا يعتكفوا في المساجد يوم عرفات، رغم أن معظم الأحاديث ظاهرة أنها لأهل عرفات بس، رغم أن معظم الأحاديث ظاهرة أن هي لأهل عرفات فقط، إنما ليه كانوا بيعتكفوا في، لأن فعلا يا جماعة ما حدش يصبر على الفضل ده، محدش يقدر يسمع كل الفضائل ده ايه اللي في يوم عرفات، ثم يعني يقدر يمسك نفسه يا رب أيحسب أصحاب عرفات أن يستأثروا بتجلي الله دوننا، والله لنزاحمنهم على الطريق إلى الله حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالة، زي أبو مسلم الخولاني كده رحمه الله لما قال أيحسب أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا، والله لنزاحمنهم إليه على الحوض حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالة. أو إحنا كده أصحاب عرفات يستأثروا بتجلي الله وإحنا قاعدين كده في بيوتنا؟ لن يكون هذا بإذن الله يا جماعة، يعني إن شاء الله بإذن الله هنكافح في هذا اليوم لكي نفوز بهذا الفضل العظيم. بداية عرفات في الأيام زي ليلة القدر في الليالي كده، يعني إحنا الوقت بنتكلم من قبل اليوم ده ب72 ساعة عشان نتجهز نفسيا بإذن الله، دون أن يشغلنا عرفات عما قبله وأن يشغل لنا عرفات عما بعده. الوقت يا جماعة، السؤال اللي في الاول، 5 أيام مروا، يعني احنا الوقت الساعة 10:30 اهوت في ليلة 6 ذي الحجة، ليلة 6، 5 أيام و5 ليالي مروا ونحن الان في الليلة السادسة من الليالي التي اقسم الله بها. يا ترى وصلت لفين؟ يا ترى انت وصلت لفين؟ يا ترى عملتوا ايه يا جماعة؟ يا ترى حسيت بروعة الذكر وجمال الذكر ولذة الذكر ولا لا؟ يا ترى يا اخوانا بدأت قلوبنا تلمس مع جلال معاني اسماء الله الحسنى ولا لا؟ يا ترى يا اخوانا احنا هدفنا في العشر مش ان احنا نعبد ربنا في العشر ونفوز بثواب العشر بس، احنا هدفنا تصحيح مسارنا في الحياة، هدفنا ان احنا نخرج من العشر دول واحنا مظبطين حياتنا ووجهة حياتنا وعزيمتنا باذن الله سبحانه وتعالى. الهدف الحقيقي للعشر ان احنا نخرج منهم باذن الله، ان ربنا احيانا نفوز بكل العشر مدى سنين عمرنا الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى، والا فممكن شاب او فتاة يعبدوا ربنا في العشر ولكن بعد العشر ينتكس او يسيب الطريق وما يكملش، فيكون النتيجة ايه؟ يكون النتيجة انه فاز 100 مرة واحدة وخلاص. لما كنا في العمرة، عمرة التربية واحد، فكنت بجيب الاخوة بعد الظهر نروح الفندق نعمل جلسات تعارف ايمانية، فالبعض قال طب الصلاة في الحرم ب100,000، قلت له يا ابني جلسات التعارف دي هتديك صحبة وبيئة ايمان هتخليك باذن الله تيجي الحرم هنا 100 مرة تانيين، انما انت ممكن تيجي العمرة تعبد ربنا فيها وتروح بلدك ما تشوفش البيت الحرام الى ان تموت. ليه؟ لانك عزلت نفسك عن بيئة الايمان. عشان كده يا اخواني هدفنا في هذه العشر التغيير العام، هدفنا انا بالنسبة لي، انا بكلمكم عن هدف انا بالنسبة لي، ان انا اجدد التوبة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، ان انا اجدد الشحن والعزم على طاعة مولاي وربي وعلى عبادة مولاي وربي باذن الله، لعل ربنا يقبل من النية دي وتبقى اعظم من مجرد نية عبادة ربنا في عشر ذي الحجة. النقطة الاولانية يا جماعة اللي هنتكلم فيها، ان عرفات ليس لأهل مشهد عرفات فقط، ان فضل عرفات ليس لأهل مشهد عرفات فقط. طب ايه الدليل بقى؟ ايه الدليل على هذا الكلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبلها والسنة التي ايه؟ والسنة التي بعدها. يبقى اذا خدوا بالكم ان اهل عرفة اصلا ما بيصوموش، مش السنة ان اهل عرفة يصوموا، ده صيام عرفات ده لينا احنا للي ما حجوش السنة دي. يبقى اذا يا جماعة، يبقى يوم عرفات والفضل العظيم بتاعه ليس لاهل عرفات فقط، والا ما كان هذا الحديث عن صيام عرفات واهل عرفات من السنة ألا يصوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان يوم عرفات بيكفر ذنوب سنة قبله وسنة بعده، يعني مش يوم عرفات بيكفر ذنوب سنتين، لا ده بيكفر سنة لسه جاية كمان، يعني من عرفات ده العرفات اللي جاي كأن هي وثيقة تأمين مستقبلية انك انت مأمن
ضد العقوبات ضد الذنوب لمدة سنة كاملة، ان انت عاملة تأمين ضد عقوبات الذنوب لمدة سنة كاملة من عرفات لعرفات، عشان لما تصوم عرفات الجاي يبقى برضو وثيقة التأمين للسنة اللي بعدها، عرفات اللي بعده وثيقة التأمين للسنة اللي بعدها من عرفات لعرفات، يعني عرفات بيكفر ذنوب من عرفات لعرفات اللي قبله ومن عرفات لعرفات اللي بعده. يعني ايه سنتين يا جماعة؟ يعني شاب او فتاة قضى سنين حياته غافل، قدامك فرصة انك انت تكفري سنين من عمرك في يوم واحد، قدامك فرصة انك تكفر سنين من عمرك في يوم واحد. وخدي بالك ان ده صيام يوم عرفات، يعني عمل صالح واحد في هذا اليوم، والصيام ليس هو اعظم الاعمال الصالحة في يوم عرفات، الذكر اعظم من الصيام يوم عرفات، ممكن يكون في اعمال تانية اعظم من الصيام. يبقى اذا كان الصيام بيكفر ذنوب سنتين في هذا اليوم، امال باقي الاعمال الصالحة؟ امال تفطير الصائمين يوم عرفات؟ امال الصدقات يوم عرفات؟ امال بر الوالدين وصلة الارحام يوم عرفات؟ امال الذكر والعبادة والاعتكاف في بيت الله سبحانه وتعالى يوم عرفات؟ يبقى احنا مقبلين على غنيمة خطيرة يا جماعة. يعني ايه يوم بيكفر ذنوب سنتين؟ يعني زي ما حسبناها قبل كده، يعني ال 24 ساعة ب 24 شهر، يعني الساعة بشهر، يعني 60 دقيقة ب 30 يوم، يعني ال يعني قد ايه كده بالظبط كده؟ يعني الدقيقة بيوم، يعني زي ما حسبناها قبل كده الدقيقة بيوم. ما هو الـ اليوم 24 ساعة بيكفر ذنوب قد ايه؟ 24 شهر سنتين، يعني الساعة بتكفر ذنوب شهر 30 يوم، يعني الدقيقة بتكفر ذنوب 12 ساعة، يعني الثانية بتكفر ذنوب 24 دقيقة، يعني الثانية بتكفر ذنوب حوالي نص ساعة كده. يعني النص ساعة ديت، يعني معلش يا جماعة، شاب وقف العادة السرية فيها، النص ساعة ديت شاب دخل على موقع وحش فيها، النص ساعة ديت فتاة كلمت مكالمة وحشة كلها معاصي فيها، النص ساعة ديت شاب لف بالعربية وعاكس بنات فيها، النص ساعة ديت يعني مصيبة، النص ساعة ديت يعني كارثة، يعني كل ثانية في عرفات بتكفر ذنوب كارثة من الكوارث اللي انت عملتها في حياتك واللي انت عملتها في حياتك. يعني احنا بنتعامل يا جماعة ان الثانية ليها قدر. اتخيل بقى الشاب اللي بيقع في العادة السرية وقع فيها كم مرة؟ كل ثانية في عرفات ممكن تكفرك ذنوب مرة بإذن الله. تخيل بقى الشاب اللي كان بيتكلم مكالمات، الشاب او الفتاة اللي دخلوا على موقع سيئة، الشاب اللي جلس جلسات مثلا مع فتيات في الجامعة او في نوادي او في اي مكان، البنت يعني تخيلوا البنت اللي وقفت قدام المراية نص ساعة تحط مكياج عشان تنزل تفتن شباب المسلمين. تخيلي معايا بقى ان كل ثانية من يوم عرفات بكارثة من المعاصي الواحد عملها، بل ممكن تكون الواحد عمل في النص ساعة دي كبيرة من الكبائر كمان. يبقى اذا لما نقول ان عرفات بيكفر ذنوب سنتين، يبقى ده ليها دلالة كبير قوي يا جماعة. الدلالة الاولانية اذا كان ده الصيام بس، فما بالك بباقي الاعمال الصالحة. يبقى لازم نتحفز لهذا اليوم تحفز عظيم. عشان كده السنة اللي فاتت لما اعتكفنا في الجامعة ما اعتكفناش من فجر عرفات، اعتكفنا من عشاء اليوم اللي قبله. عارفين ليه؟ لان قلنا عشان ننام كويس في المسجد ونكون موجودين في نفس المكان اللي نعبد ربنا فيه على الفجر، نكون في قمة الراحة باذن الله سبحانه وتعالى وننطلق في العبادة. يبقى اذا ما بالك بقى الاعمال الصالحة. الحاجة التانية ان انت عاملة تأمين على الذنوب والمعاصي لعرفات اللي بعده. ايه قوة اليوم ده اللي يعني انا يا جماعة مش عارف، يعني انا لا اذكر الان وانا احدثكم ان انا قرأت حاجة بتكفر ذنوب مقدم، انها بتكفر ذنوب مقدم. يعني انا ما لا اذكر عمل صالح بيكفر ذنوب الا بقى ما كان من اهل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني انما ان عمل صالح يكفر ذنوب لسنة قدام، ده كلام عجيب جدا وكلام عظيم جدا. وفضاء اليوم عرفات فعلا يعني صعب انك انت تسمعها في اي حاجة تانية. الحاجة التالتة ان احنا بنتعامل ان الدقيقة بيوم، ده احنا بنتعامل في كلام كبير يا جماعة، بنتعامل ان الثانية ب 24 دقيقة. يعني احنا نتعامل الان يا اخواني في الله ان الثانية بتكفر مصيبة من مصايبنا، وما اكثر ذنوبنا وما اكثر كبائرنا وما اكثر معاصينا. يبقى انت قلبك مستني اليوم ده ازاي بقى؟ يبقى انت قلبك ملهوف على اليوم ده ازاي بقى؟ يبقى انت مستنية اليوم ده بلهفة شكلها ايه لما ربنا يرزقنا ويمن علينا بيوم عرفات ونفضل نتضرع الى الله بطلب المغفرة ليه؟ عشان كده يا اخواني افضل الدعاء دعاء عرفات،
السلف لما كانوا بيقفوا في عرفات ما كانوش بيقفوا كل همهم زي مثلا يوم ما انا حجيت خدت معايا لستة كده بكل الطلبات اللي انا عايزها، امراض عايزها تروق وحاجات عايزها تقضى. السلف كانوا بيروحوا عندهم طلب واحد، العتق من النار والعفو والمغفرة يا رب، ويفضلوا بقى يبكم وتسيل الدموع من اجل ايه؟ العتق من النار والعفو والمغفرة يا رب. يعني مش من اجل الطلبات الدنيوية. ليه؟ لان انت عندك حديث، وعندك حديث في غاية الخطورة عن عرفات، انه ما من يوم، خدوا بالكوا يا جماعة، ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار. يعني رمضان اللي احنا فضلنا نتكلم عن العتق من النار فيه، يوم عرفات يعتق اكثر من رمضان. ما من يوم من اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعني انت عندك فرصة ان رقبتك تعتق من النار. لما الملياردير المصري اتهم في قتل الفنانة يعني اللي هي العربية، واتقبض على يعني الرجل اللي اتهمته المحكمة، ده حكم المحكمة يعني الله اعلم بما حدث. المهم خد فيها اعدام، الملياردير المصري خد اعدام في مقتل واحدة عربية، فنانة عربية، عرض فدية على اهلها 5 مليار. يعني انا مش فاكر الفدية قد ايه دلوقتي يا اخواني، يعني نصتها، ولكن كانت انا فيما اذكر 5 مليار جنيه تقريبا او 5 مليار دولار. 5 مليار دولار عشان يعفو عنه، عشان يعتق رقبته من حبل المشنقة. يعني انسان مستعد يدفع 5 مليار دولار عشان تعتق رقبته من حبل المشنقة؟ ميزانية دولة. بني ادم مستعد يدفع ميزانية دولة عشان رقبته تعتق من حبل المشنقة؟ طب انت تدفع ايه عشان رقبتك تعتق من النار؟ انت عارف يعني ايه عتق من النار؟ يعني واحد اتكتب عليه النار بسبب معصيه، والله يفك رقبته من سلاسل جهنم. يعني ايه عتق رقبته من النار؟ يعني الرقبة دي كانت هتتحط في سلاسل جهنم، يعني الرقبة دي كانت تتسلسل يوم القيامة. يعني ربنا بيقول ان جهنم كانت مرصادة. يعني ايه مرصادة؟ عارفين هيئة الارصاد؟ يعني جهنم دي كأن يعني كأن كمبيوتر وبيرصد من اول ما المعذبين اللي هيدخلوها بيطلعوا من تحت التراب، جهنم رصداهم وهم بيبعثوا، وهم في ارض الحشر وهم مش حاسين، وهم مرصودين تحت الرصد وتحت التصوير، وفي اللحظة المناسبة على الصراط او ساعة العرض او يطلع لسان من اللعب ياخدهم من اعناقهم وينزلهم في جهنم. يعني انت متخيلة ان يعني ايه تعتق رقبتك من النار؟ يعني انسان كان هيحصل له الموقف ده ومش هيحصل له. عارف يعني ايه تعتق رقبتك من النار؟ قال تعالى في جيدها حبل من مسد، يعني رقبتها يتلف فيها حبل، تفضل تطلع وتنزل على جميع دركات جهنم، تعذب بجميع اصناف العذاب. يبقى لو ده كتب على واحد يعتق رقبته من النار، ان ربنا كتب له هذا الفضل العظيم في هذا اليوم العظيم، يبقى ده يوم العتق الاعظم. ما من يوم، خدوا بالكم لما كنت بكلمكم عن 10 ذي الحجة يا شباب، قلت لكم كل احاديث 10 ذي الحجة اولها ما من عمل ازكى عند الله من خير يعمله في 10 أضحى. ما من ايام، العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. ما من ايام احب اعظم عند الله ولا احب الى الله، العمل فينا من هذه الايام، فاكثروا فينا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ما من، قلنا ان ما من ديت مميزة الاحاديث 10 ذي الحجة. شوفوا ده بقى، ما من يوم، نفس الاسلوب، ما تدوريش اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يبقى ده يوم العتق الاعظم. الحاجة بقى يا جماعة، عرفات مذكور فيه فضل، كما صحح الشيخ الألباني وكما ذكر الشيخ الألباني انه في صحيح مسلم، عرفات مذكور فيه فضل لا يحدث في تاريخ البشرية الا في الجنة. يعني لما جبت الاحاديث وقعدت ادور عليها لقيت ان هذا الفعل من افعال الله لا يحدث الا في الجنة، وذكر يوم عرفة، وانه يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء، وانه يتجلى، تجلي الله سبحانه وتعالى. هذا التجلي لم يذكر في الاحاديث الا في موقف تاني، وهو يوم المزيد في الجنة، يوم عطاءات الله للجنة، يوم الجمعة، يوم المزيد، لما الله يكشف الحجاب لأهل الجنة وينظر أهل الجنة إلى وجه الله سبحانه وتعالى ويقول لهم الله سألوني يا أهل الجنة فيسألون فيعطيهم الله حتى تنقطع الأماني، خلاص ما عادش حد لاقي حاجة يسألها، ثم يعطيهم الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا عايزك تركز معايا، يوم المزيد في الجنة يعني الناس هترى فيه الله، والله لما يتجلى، يعني الله يتجلى يعني هيدي وهيدي وهيدي، يعني يوم العطاء، يعني يوم الكرم، يعني يوم النفحات،
يعني يوم الفضل العظيم العميم من الله سبحانه وتعالى على عباده، لما ربنا بيتجلى في الجنة يعطي أهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اليوم ده يا أخوانا يوم عرفات الذي ذكر فيه أن الله يتجلى. اليوم ده المفروض يعني أنا عايز أوصل لنتيجة غير إن احنا نعبد ربنا في عرفات. أنا عايز أوصل إن يوم عرفات ده لازم يكون يوم تغيير في حياتي وحياتك وحياتك. أنا عايز أوصل إن يوم عرفات ده لازم يكون يوم فاصل في حياتنا زي ما كان يوم فاصل في حياتنا في أول عرفات في تاريخ البشرية. عارف أول عرفات في تاريخ البشرية المذكور في سورة الإيه؟ الأعراف. قارن ما بين كلمة أعراف وكلمة عرفات وكلمة معرفة الله. خدوا بالكم من الألفاظ يا جماعة، لأن الحاجات دي كلها بتبقى خيوط بتقودنا إلى فهم عظيم للألفاظ والنصوص والمعاني واكتشاف يعني حاجات عظيمة في جوهر الشريعة وفي جوهر إزاي نعبد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في سورة الأعراف ربنا ذكر أول عرفات في تاريخ البشرية. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يبقى إذن ده أول يوم عرفات في تاريخ البشرية لما ربنا أخرج ذرية آدم كلها وسألهم سؤال: من ربك؟ السؤال اللي انت هتتسأليه في أول ما تدخل القبر، السؤال اللي انت هتتسأله في العرض على الله. ربنا سبحانه وتعالى يعني خاطب فطرتك: ما ألست بربكم قالوا بلى. يبقى البشر كلهم شاهدوا ليه؟ الفطرة سليمة 100% أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. يعني يوم القيامة بشر تاني وفي العرض على الله يسألوا نفس السؤال ده تاني، بس هتكون فطرة الناس اتغيرت بسبب التلوث بالشهوات والشبهات بسبب التلوث في الدنيا، وهيتشاف مين اللي فطرته لسه زي ما هي، مين اللي لسه فطرته بتنطق ربي الله ربي الله ربي الله. عشان كده السؤال اللي اقررت عليه يوم عرفات في اول عرفات في تاريخ البشرية ده السؤال اللي انت هتسأليه في القبر: من ربك؟ يا ترى فطرتك اتغيرت؟ يا ترى فطرتك اتغيرت؟ عشان كده يوم عرفات هو يوم تجديد العهد مع الله. هذا يا اخوانا مش بيقولك في يوم في السنة ملك السعودية بينزل يغسل الكعبة يوم غسيل الكعبة السنوي، اهو ده يوم غسيل القلب السنوي، ده يوم غسيل قلوبنا السنوي، يوم قلوبنا بتتغسل بمعنى لا اله الا الله وحده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال خير الدعاء يوم عرفة قال: وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي. يعني ايه خير ما قلت؟ يعني اكتر كلمة هيجيلك خير في حياتك بسببها، يعني اكتر كلمة هيصيبك خير في دينك ودنيتك واخرتك بسببها: وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده اليوم اللي هنغسل فيه قلوبنا بالتوحيد يا جماعة. ما ينفعش انك تقولي انك انت فزت بيوم عرفة لانك عبدت ربنا فيه وتخرجي قلبك متعلق بغيره. ما ينفعش انك تقولي انك فزت بيوم عرفة وتخرج قلبك مليان شهوات وشبهات. لازم يوم عرفة ده يغسل قلبك، لازم يوم عرفة ده يبقى تجديد عهد حقيقي مع الله، لازم يوم عرفة ده يبقى تغيير مسار الحياة كلها. يوم عرفة تغيير مسار الحياة، يوم عرفة يوم تجديد العهد مع الله، يوم عرفة ده اليوم اللي اوعي يبقى كل همتك انك انت تذكري ربنا فيه او كل همتك انك تدعي ربنا فيه. يبقى اخوانا من الوقت احنا بنحدد اهدافنا يوم عرفة، ايه الميشن بتاعتنا يوم عرفة؟ اول هدف لينا يوم عرفة العتق من النار، اعتقنا يا رب من النار، المغفرة في يوم المغفرة العظمى اللي الصيام بس بيكفر فيه ذنوب سنتين. يبقى ده اول مقصد ان احنا نخرج منه صفحة بيضة، ان احنا نخرج منه كيوم ولدتنا امهاتنا. تاني مقصد من مقاصد يوم عرفة تغيير مسار مستقبلنا في الحياة. اوعى يكون هدفك يوم عرفة والعبادة، ده المقصد رقم 3 و4. المقصد الاول: يا رب اعتق رقابنا من النار، يا رب اغفر لنا، يا رب كفر عنا سيئاتنا، يا رب تصدق بها على قد ما تقدري، اعمل اعمال صالحة على قد ما تقدر وتوسل الى الله بين يدي هذه الاعمال ان يغفر لك وان يعتق رقابتك من النار. الحاجة التانية يوم تصحيح المسار. اخوانا ولا نبقى كدبين بقى؟ اخوانا نبقى بنكدب على اللي خلقنا؟
اما نيجي يوم عرفات ونقول لا اله الا الله واحده ونخرج من عرفات زينا زي يعني زينا زي ايه يعني زينا زي ما كنا. اكتر ليلتين يا شباب بيوصى فيهم الله في الامه هم اول ليلتين بعد اكبر موسمين عباده، الليله اللي بعد ليله القدر ب 72 ساعه، اللي بعد رمضان اول ليله في العيد الصغير، يعني اللي ما بيشربش مخدرات بيشرب فيها، اللي ما بيشربش خمر بيشرب فيها، محلات الخمور بتبقى مش ملاحقه من الطوابير اللي قدامها. والليله الثانيه ليله العيد الكبير اللي هي اول ليله بعد يوم عرفه، يعني عرفه خلصان اهو، عرفه خلصان، المغرب ادن اهو، وتبدا الامه في معاصي لا حصر لها، وتبدا الامه في مشاكل لا حصر لها، وتبدا الامه في كبائر لا حصر لها. نص اللي زانهم اول مره زانوا في حياتهم يوم العيد ليله العيد الكبير، نص اللي شربوا خمر اول مره شربوا خمر في حياتهم ليله العيد الصغير وليله العيد الكبير. يبقى اذا يا اخواني في الله هذا معنى في غاية الخطورة، ان ما ينفعش نكذب على اللي خلقنا، ما ينفعش. الله يتجلى، الله يبنو، الله يباهي الملائكة، الله سبحانه وتعالى يغفر، الله يكفر الذنوب، الله يعتق الرقاب، الله. واول ما يخلص الكلام ده يلا على المعصية تاني. يا ترى يوم عرفة هيغير في قلبك قد ايه؟ يا ترى يوم عرفة هيغير في حياتك قد ايه؟ يوم عرفة ده يوم التوبة ويوم تجديد التوبة مع الله، يوم عرفة ده يوم العهد مع الله اننا لن نخرج منه كما كنا يا رب. عايزين نفهم يا جماعة المقصد التالت ليوم عرفة بقى، ان احنا نفوز بثواب عرفات الله، ان احنا نفوز بثواب العبادة في ذلك اليوم العظيم العميم. يبقى اذا من اراد ان يفوز بيوم تجلي الله في الجنة فليفوز بيوم تجلي الله في الدنيا. من اراد، في رواية تانية يا جماعة، ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، مش وانه يتجلى بقى، وانه لا يدنو، وانه لا يدنو. ايه الكلام ده؟ الكلام ده وراه ايه؟ الكلام ده عايز علماء كبار قوي 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 يشرحوا لي الامه يا جماعه. الكلام ده عايز يوصل للامه. ايه العلاقه العظيمه اللي بين ربنا وبين عباده في هذا اليوم؟ ثم يباهي بهم الملائكه. الانسان بيتباهى بافخم صوب عنده، بيتباهى باغلى حاجه بيملكها لما ربنا يباهي بيك انت الملائكه، لما ربنا يباهي بيك انت الملائكه، لما ربنا يباهي بينا الملائكه. معناها اللي بيعبدوا ربنا في اليوم ده غاليين عند ربنا قد ايه؟ اللي بيقصدوا وجه الله في اليوم ده غاليين عند ربنا سبحانه وتعالى قد ايه؟ عشان كده يوم عرفه فيه خصائص لم تذكر في اي يوم اخر في الدنيا. من ضمن الخصائص حديث النبي عليه الصلاة والسلام اليوم المشهود يوم عرفة، في قول الله سبحانه وتعالى وشاهد ومشهود، اليوم المشهود يوم عرفة. طب الوقت يا جماعة المعنى ده ما يعديش ليه؟ لان ربنا بيقول في سورة هود عن يوم القيامة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يعني لم يوصف بكلمة مشهود الا يوم القيامة. ليه؟ لان ملائكة السماوات السبعة تشهده. فتخيل انت بقى يوم عرفة ده بتشهده ملائكة قد ايه؟ يعني يوم القيامة مشهود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، ملائكة السماوات السبعة بتشهد. طيب يعني انت متخيل بقى يوم عرفة ده ملائكة قد ايه بتشهده؟ ملائكة قد ايه بتشهد عبادة العابدين فيه وتبتل المتبتلين فيه وتوسل المتوسلين فيه؟ هذا يوم عظيم، هذا يوم خصه الله بالتجلي، هذا يوم خصه الله بالدنو. خدوا بالكم يا اخوانا لما بنقول التجلي يعني ايه التجلي؟ طب ما ربنا بيتنازل كل ليلة في الثلث الاخير من الليل، صح ولا لا؟ طب ما ربنا بيطلع في ليلة النصف من شعبان، يطلع الى اهل الارض فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل الحقد بحقدهم. ايه الفرق بين تجلي الله واطلاع الله وتنزل الله؟ دول ثلاث افعالهم. ايه الفرق ما بين هذه الافعال وبعضها؟ التنزل ده ولله المثل الاعلى، انت عارف يعني حد حبيبك بيغرق فانت رايح تغيثه، ربنا بيتنزل ليغيث الناس من ذنوبهم، ليغيث الناس من الكربات والابتلاءات، ليغيث الناس من السحر والحسد. الله بيتنزل ليغيث الناس من شياطين الانس والجن. يبقى التنزل ده اغاثة من الله لعباده، اغاثة يومية للمستغيثين برب الارباب سبحانه وتعالى. طيب امال الاطلاع ده ولا المثل الاعلى؟ زي مفتش نازل يطلع، بيطلع على الموظفين ويشوف مين اللي يستحق ترقيه، مين اللي يستحق علاوه، مين اللي ياخد خصم، مين. ولله المثل الاعلى، ده في معنى الرقابه، الرقابه على البشر. انما التجلي ده في معنى الكرم، ده في معنى العطاء، ده في معنى النفحات. لما الله يتجلى بقى، سبحان من اذا تولى تجلى.
سبحان من اذا تولى تجلى. هنعرف بقى يوميها كرم ربنا قد ايه، يعني هنعرف وقتها يعني ربنا سبحانه وتعالى مجيب قد ايه، كريم قد ايه، كبير قد ايه، ربنا سبحانه وتعالى ولي حميد قد ايه، ربنا سبحانه وتعالى بر تواب عفو رؤوف قد ايه. هنعرف وقتها ربنا ذو الاكرام قد ايه سبحانه وتعالى. يبقى ده يعني برضه يبقى يوم عرفه يوم التجلي، يوم عرفه يوم الدنو، يوم عرفه يوم المباهاه، الله يباهي بعباده الملائكه، يوم عرفه يوم العتق الاعظم من النار، يوم عرفه يوم تكفير السيئات وتكفير الكوارث الثانية بكارثة، يوم عرفة اليوم المشهود يوم تنزل الملائكة، يوم عرفة يوم تجديد العهد مع الله، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أن تقولوا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى ربنا ذكر في هذه الآية البداية والنهاية، ذكر أول يوم عرفات وذكر النهاية يوم القيامة. في البداية دي كانت فطرتك ودي كانت فطرتك في يوم من الأيام، يا ترى فطرتك دلوقتي بقى شكلها إيه؟ يا ترى فطرتك دلوقتي بقى شكلها إيه؟ يا جماعة أنتوا عارفين إحنا جايين الدنيا دي نعمل إيه؟ أنتوا عارفين لو واحد إداك عربية زيرو يعني حاجة بالسلوفان اللي عليها وبعد 5 سنين جي ياخدها منك، فالاك بكسرها ومدشدشها والكاوتش بايظ والدنيا بايظة وكل حاجة برة وجوه بايظة في العربية، فيقول لك ايه ده، دي العربية اللي ادتها لك، دي الامانة. او بالظبط كده ربنا اداكي فطرة مليانة حب لله، مليانة شوق الى الله، مليانة طهارة، مليانة سعادة، مليانة فرح بالله، ويوم القيامة هتعرض فطرتك دي تاني على ربنا، هي زي العربية اللي لسه بالسلوفان اللي عليها، لسه الفطرة سليمة ولا العربية اللي دشدشت واتخبطت ولا باظت؟ يا جماعه عايزين، عشان كده اذ جاء ربه بقلب سليم، يعني ايه لما يكون في كرسي سليم؟ يعني بلا خدش، بقلب سليم، قلب زي ما ربنا خلقه، قلب ما اتغيرش، الشهوات والشبهات ما حفرتش فيه، ما بوظتش فيه، ما شوهتش فيه. هنقدر يا جماعه ان المعاني والاسرار اللي سكنت قلوب الصالحين يوم عرفات تسكن في قلوبنا يوم عرفات. الناس اللي بكت عشان ربنا يعتق رقبها من النار، متوقع هتخرج ليله العيد هتعمل ايه؟ متوقع تخرج في العيد هتعمل ايه؟ متوقع تخرج بعد كده هتعمل ايه؟ يعني يعني في نقطة انا كنت عايز اعلق عليها، يعني كثير من الاخوة يقول لك ايه؟ يقول لك العيد الكبير ده يوم واحد بس، يا عم جبت كلامنا منين؟ يقول لك يا عم ده مش عارف مين هم اللي بخليني 3-4 ايام عشان يدوا للناس اجازات. حديث عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام، عيدنا اهل الاسلام، دي ايام عيد يا جماعة، دي ايام عيد، عيد فرح بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، فرح بمقامنا عند الله سبحانه وتعالى، فرح بالنقلة اللي هتحصل في حياتك في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. اليوم اللي انت هتدفعي تمن تكفير سيئاتك مقدم فيه، اليوم ده احنا بنعمل ريستارت يا جماعة، ريستارت في فطرتنا وريستارت في العهد مع الله سبحانه وتعالى. يعني صاحبي اللي كانت زوجته اصيبت بالعمى، اصيبت بالعمى، وسبحان الله وقال لي الموقف ده مره وانا في كارب كده، فقام حكى يقول عشان يفرج عني يعني في الكارب اللي انا كنت فيه وقتها، اصيبت بالعمى والدكاتره قالوا امراض خطيره مناعيه وخلاص بقى بتموت وخلاص ما عادتش هتخلف تاني سبحان الله. فبيقول لما توسل الى الله واحد دكتور قال له خلي زوجتك تحمل ان ربنا اذن، قال له ازاي؟ قال له الحمل بيعمل ريستارت لجهاز المناعه، بيعمل له ريستارت، بيبدا من الصفر تاني. زوجته حملت، راقت من المرض، العمى راح في عينيها الاثنين، خلفت 3-4 اولاد من يومها لحد اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت معجزه من الله بسبب التوجه الى الله. هو يوم عرفات يا جماعه زي ما الحمل بيعمل ريستارت في جهاز المناعه، هو يوم عرفات ده بيعمل ريستارت في فطرتك وريستارت في قلبك. الوقت ده كلام تفتيحي عن اليوم الذي يباهي الله سبحانه وتعالى الملائكه بعباده. عرفتوا ليه يا جماعه؟ يعني كبار من كبار، يعني من الصحابه الكبار العظماء وكبار من كبار العلماء، يعني قالوا موضوع التعريف بالامصار. يعني ايه التعريف بالامصار؟ يعني اللي زينا كده اللي ما عرفوش يروحوا يحجهم، يا رب ربنا يرزقنا الحج، ربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. يعني الطيارات بيد ربنا والتاشيرات بيد ربنا والسعوديه وابواب السعوديه بيد ربنا، وظن كلنا في الله سبحانه وتعالى ان ربنا قادر على كل شيء يعني، وكلنا واقفين على باب كرمه سبحانه وتعالى. يعني سبحان من اذا تولى تجلى، والله يا اخواني سبحان من اذا تولى تجلى. المقصد ان يعني
اتكلمنا دلوقتي عرفنا ليه يا جماعه العلماء قالوا التعريف بالامصار ان احنا ننزل نعتكف يوم عرفات، لان يعني اللي يقرا الحاجات دي يقول يا رب يا رب دي للثلاثة أربعة مليون بس يا رب اللي واقفين على جبل عرفات، ما اقدرش ما اقدرش اقف اتفرج عليهم يجي لي ذبحة صدران واتفرج عليهم في التلفزيون، يا رب طب حاجة يا رب زيهم يا رب. انتوا عارفين لما النبي قال 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فالصحابة يعني رسول الله يعني فربنا قال له مع كل واحد منهم 70,000 كمان بلا حساب ولا عذاب، فيمكن ربنا يعني مع كل واحد من أهل عرفات ربنا سبحانه وتعالى يدي كمان 70,000 ينالوا نفس الفضل. ما نعرفش يا جماعة، ما نعرفش كرم ربنا سبحانه وتعالى، زي ما سيدنا عمر بن الخطاب قال يوم عرفة كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. طيب دلوقتي ان شاء الله باذن الله احنا عايزين ايه؟ اول حاجة عايزين نقوم النت كله في قضية يوم عرفات، عايزين نقوم يعني برضو اخواني يعني انا عايز ايه يعني اخواننا الغافلين على شبكة النت واخواتنا الغافلات على راسنا من فوق بنناديهم، بس انا مش عايز دعايتنا وجولاتنا تقتصر على برضو الملتزمين والملتزمات بس اللي بعاد عن الجهد الديني واللي بعاد عن قضية التربية. عايزين نخترق للشباب يا جماعة، عايزين نوصل للشباب الغير ملتزم وللفتيات الغير ملتزمات، عايزين نوصل لهم. نوصل لهم ازاي؟ هي دي البطولة بقى، هو ده الفتح بقى. الله اعلم ربنا يجيب الفتح على ايد مين فيكم، الله اعلم الله اعلم ربنا سبحانه وتعالى هيفتح قلب مين لمين منكم. يبقى اذا يا اخواني في الله احنا عايزين نفهم الناس يعني عرفات. انا مش عايزك بس تشير مثلا مقطع من المقاطع مثلا على هذا الدرس او على اي حاجة في عرفات، انا مش عايزك بس مش عايزك تشير تلخيص لمثلا لدرس او حاجة عن عرفات، انا عايزكم تتكلموا يا جماعة، انا عايزكم تقولوا للناس عرفات ليس مجرد يوم نعبد فيه، لا عرفات ليس مجرد يوم بيكفر الذنوب سنتين يا جماعة، عرفات ده نقلة في حياتنا، عرفات ده اعظم يوم نقلة في حياتنا. طبعا اللي اعظم منه يوم العيد اللي هو يوم العاشر، عرفات ده وطبعا على خلاف بين العلماء، في علماء قالوا كده علماء قالوا كده، عرفات ده نقلة في حياتنا، عرفات ده عايزينه يبقى نقلة في حياتنا ونقلة في حياة الأمة كلها. عايزين نكافح السنة دي يا اخواني ان منظر ليلة العيد ما يبقاش زي كل مرة، حرام يا جماعة حرام نسلم الامة تسليم اهالي الابليس كل ليلة عيد. ده الواحد يا اخواني قال طب نلغي العيد عشان اللي بيحصل ليلة العيد، حرام ان ابليس يدينا صفعة على وجوهنا كل ليلة عيد بعد كل موسم طاعة. ابليس يخرج يوم عرفة ما رؤية اضحر ولا احقر منه يوم عرفة، ليه؟ شاء عمره ضاع، الناس كلها بيغفر ليها وشاء عمره ضاع، يقوم يجي ليلة العيد يعوض كل اللي فاته، حرام يا جماعة. عايزين نقاتل عشان نفهم الناس قيمة عرفات وانه مش مجرد يوم بيتصام اي شاب واي فتاة بيقوموا صايمينه وخلاص وبعد كده يعملوا اللي هم عايزينه ليلة العيد، لا ده يوم عرفات ده يوم محوري في حياتنا وده اليوم اللي اخذ الله علينا العهد فيه، فدي ذكرى تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. يبقى النقطة الاولانية جولات عشان عرفات، جولات عرفات، جولات عرفات. يبقى الجولات بتاعت يوم عرفات ديت احنا عايزين التلات ايام الجايين دول نشتغل على المعنى ده بقى، نشتغل عليه بكل قوتنا يا جماعة. احنا فريق واحد، وقلت لكم هذا الكلام، قلت لكم الدرس ده بالنسبة لي ليس مجرد درس، انتوا فريق. يعني 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 انا داخل الدرس ده مش بدي درس وبروح وادخل انام في 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 بيتي، انا بدي الدرس ده بروح ان احنا بنكون فريق هننزل مع بعض لملايين الشباب المصريين والعرب والمسلمين في العالم كله وبعد كده الغير المسلمين وغير المسلمات باذن الله عشان ندعوهم الى الله. يعني انت مشروع داعية، يعني انت مشروع داعية، يعني احنا الوقت يا جماعة بنجتمع عشان ربنا ينفع بنا الامة، عشان ربنا ينشر بنا الهداية في الامة كلها. لما هنبدأ نركز على عرفات ان شاء الله نكون احنا اول الفائزين بيه، يبقى اذا الجولات بتاعت عرفات ده رقم واحد، لا ده رقم اتنين. امال ايه رقم واحد؟ رقم واحد تجهزك انت لعرفات، تجهزك انت لهذا اليوم، انت جهزتي قعدت تقولي الثلاث ايام الجايين انا عايزك تعيش بقى مع لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، عشان تقدر انك انت تعيش معاه يوم عرفات، ما تجيش تتصرم انك ما انتش عارف تكررها. ما يوم عرفات احنا مثلا نص ساعه قاعدين نهلل ونص ساعه ندعي، نص ساعه نهلل ونص ساعه ندعي، هكذا ترتيب اليوم مثلا يعني. يبقى اذا انت استعدت لعرفات، استعدت بقلبيا ليه، استعدت لان اليوم ده طلب العتق من النار ولا الطلب ده ما هوش مأثر في قلبك اصلا، استعدت انك تتلهفي على باب الملك يوميها بطلب العفو. يبقى رقم واحد يا جماعة انت
قبل ما تشير للناس حاجات عن عرفات. انت سمعت عن عرفات؟ انت سمعت عن عرفات؟ انت تجهز، انت سألت الله ان يبلغك عرفات وان يفتح عليك في العبادة فيه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، الدعوة الى الله، جهد استنقاذ شباب الامة على النت من خلال تفهمهم ما هو عرفات. الحاجة التالتة، ان يوم الجمعة الجاي ان شاء الله باذن الله اللي هو يوم عرفات هنبقى في مسجد الجماعة الشرعية في المنصورة من الفجر للمغرب باذن الله سبحانه وتعالى. هنبقى موجودين في المسجد باذن الله، وبعد الفطار هندي كلمة بقى سريعة عن ماذا بعد العشر. ما احنا خلصنا، طب هنكمل هنعمل ايه باذن الله سبحانه وتعالى؟ يوم عرفات يوم ممتلئ بالبرامج طبعا ان شاء الله، يعني غالبا هيكون معظم اليوم بس مباشر على النت معانا من خلال المسجد. يبقى انتوا هتبقوا شركاء لينا في البرنامج بتاعنا في عرفات باذن الله سبحانه وتعالى، هتبقوا شركاء لينا في هذا البرنامج زي ما انتوا شركاء لينا في درس الفجر ودرس العصر كل يوم. يا ترى مين فيكم بقى حفظ سوره الحج وبيحفظها معانا؟ مين فيكم تابع معانا يا اخوانا؟ ان شاء الله غالبا برضو هنحاول نعمل مسابقه في حفظ حصن المسلم تبع درس العصر بقى ان شاء الله. انتوا هتبقوا شركاء لينا معانا في هذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى، فهتبقوا مشاركين لنا يوم الجمعه. اللي يقدر منكم واللي تقدر منكم ان هم ييجوا معانا في المسجد، لحد دلوقتي بفضل الله جاهز حوالي 1200 وجبه لحد دلوقتي يوم عرفات، 1200 وجبه. والاخوه بتتشاكل مين اللي يدفع ثمن الافطار بتاع يوم عرفات، وانا طبعا قلت لهم ان شاء الله ان رزقت ثمن عقيقه الاخ خالد باذن الله هنلغي كل الافطارات دي. انانيه بقى، مش انانيه، هي كده. يا اما اروح اشوف لي مسجد تاني اعمل فيه العقيقه. فيعني سبحان الله من كرم ربنا اللهم لك الحمد ان بنت الاولى مريم لما رزقتها ما كانش يعني ايه ما كنتش قادر اعمل لها عقيقه. بنت الثانيه ساره كان نفس الموضوع. بنت الثالثه يمنى بقى يعني ربنا رزقني معاها فعملت للثلاثه، يعني بنت يمنى رزقتها قبل العشر من ذي الحجه تقريبا، او رزقتها في العشر من ذي الحجه اللي هو عشر ذي الحجه اللي عملت فيهم سلسله فرسان العشر، اللي رزقت فيها سلسله فرسان العشر بفضل الله، وهي عندي يعني غاليه زي يومنا بالظبط ان لم تكن اغلى كمان. الواحد بيحتسب بس بناته انهم يبقوا دعايات الى الله ان شاء الله. ربنا رزقني مال في هذا الوقت، عملت العقيقه بتاعت الثلاثه يوم عرفات في هذه السنه. فالواحد كان يتمنى انه يعمل عقيقه الاخ خالد يوم عرفات، ولكن يعني ايه مش عارف والله، يعني الله اعلم بقى نقدر ولا مش هنقدر ان شاء الله. المقصد ان يوم الجمعه هنبقى في الجماعه الشرعيه، يا ريت تشرفونا باذن الله، تبقى فرصه جميله. بفرح اول ما اشوف حد من اهل النت موجود معنا في المسجد. وان شاء الله برضو يقينا هيبقى في برنامج على الغرفه الصوتيه، غرفه الهدايه لهذا اليوم من اوله لاخره ان شاء الله باذن الله. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا اقول ايه برضو، اخواننا واخواتنا اللي شاركم في بنك الدعوه، في بنك الدعوه او بنك الجولات، طبعا لازم اللي شاركوا مشاركات ايجابية وفعالة لازم نقول لهم جزاكم الله خيرا وجزاكنا الله خيرا. طبعا في اربعة دول اكتر او اهم اربع مشاركات في تكوين بنك الدعوة. قلنا بنك الدعوة ده ايه؟ احنا بننزل جولات قبل درس الجمعة وقبل درس الاثنين، بننزل جولات على النت، فكرة من الافكار والله فاتحة يا جماعة، والله ممكن كلنا وموقع الطريق الى الله كله ندخل الجنة بسبب الفكرة دي، بسبب ان خرج من هذا الموقع هذه الفكرة المباركة وهذا النور اللي بينور النت كله باذن الله سبحانه وتعالى. وما انتوش عارفين ربنا يفتح بسبب قد ايه، والله يا جماعه ما انتوا عارفين. انا بقابل الفتره اللي فاتت ده بالذات من اول حمل ضوء طعم السعاده، بقابل ناس لم اكن اتخيل في الحياه ان دول يدخلوا مسجد، او ان دول يروحوا درس، او ان دول يفكروا في الالتزام. فضل ومنه لو بيجي رساله على النت او على الفيس ماسنجر، يعني يا اخواني فعلا بفضل ومنه الله انتوا عملتوا حاجه، بفضل الله انتوا عملتوا شيء. يعني اوعوا تستقلوا باللي انتوا عملتوه، انتوا في ناس تابت الى الله بسببكم وكانوا ابعد ما يكونوا، فكملوا الجهد بتاعكم، كملوا الجهد بتاعكم. موقع طريق الى الله عامل زي عيني السعوديه قبل ما اكتشفوا البترول فيها، ابار بلد عايمه على ابار بترول والناس مش عارفه عنها حاجه، موقع مليان حملات ومليان دروس ومليان مواد للهدايه مهوله مهوله. وسبحان الله العظيم وفي النهايه إنا لله وإنا إليه راجعون. الشباب قاعد على النت مش عارف أي حاجة عن الكلام ده. بنك الدعوة بقى أو بنك الجولات كانت فكرته إيه؟ إن موقع طريق إلى الله مليان مقاطع مونتاج ودينية ومليان تصميمات ومليان تلخيصات ومليان حاجات دينية جامدة جدا، ولكن نيجي نقول 10 ذي الحجة تلاقي محطوط لك 1000 تصميم قدامك. يا عم مش كلهم أقوياء، معظمهم مش قوي أصلا،
قال لا. طب نعمل ايه؟ يبقى انتوا بقى هتقوموا بهذا المجهود، انتوا فريق المونتاج وفريق التصميم وفريق التلخيص والتفريغ ان شاء الله باذن الله، وانتم انتوا الابطال الاقوياء في هذه المعركه، انتوا اللي بتشغلونا كلنا باذن الله. انتم تبداوا تنقوا اقوى مقاطع مرت عليكم في الموضوع اللي هنتكلم فيه. وقلت لكم ان اي حاجه عن التوبه او عن الله والدار الاخره اللي يلاقيها منكم يجيبها، سواء تتعلق بموضوع الدرس الجاي او لا تتعلق بيه. زائد هنقول مثلا ان الدرس الجاي مثلا الاثنين اللي بعد العيد هيبقى عن سعار الشهوه مثلا. افتحي قلبك وافتح لي قلبك مشاكل سعار الشهوات، يعني مشاكل خطيره جدا، قضيه معاصي السر وقضيه الشهوات وقضيه يعني مشكله خطيره جدا مثلا. يبقى انتوا هتجيبوا اقوى مقاطع عن مساله الشهوات، عن مساله العاده السريه، عن مسألة الاختلاط، عن مسألة العلاقة بين الولد والبنت، عن مسألة علاقات الحب المحرمة، عن قاعدين نجري كام ده. زائد أي حاجة عن التوبة وعن الله ودار الآخرة. أقوى مشاركات كانت موجودة في الدرس بتاعه وما أدراك ما عرفات كانت أم يوسف ربنا يحفظها، جيجي كمال ربنا يبارك فيها، وبيتي مارتير. بيتي مارتير، بيتي لاتي مارتير، انا يعني انا مش فاهم يعني ايه، بس هي طبعا هي حاجه كويسه، يعني هي طبعا ان شاء الله حاجه جميله. يعني ايه مش عارف، بس هي بيتي مارتير. يعني يا ريت برضو اختنا تعرفنا معناها ايه عشان نبقى برضو ايه يعني فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. ويا اخت لها مشاركات ايجابيه ربنا يحفظها ويبارك فيها، وتعرفنا برضو ننطقها ازاي، لان لو حد مش عارف ينطق اسمها انا ازعل. يعني شهيدة، ما شاء الله. طب دكتور محمد بيقول يعني شهيدة، طب يا رب ارزقنا الشهادة يا رب. وجيجي كمال وام يوسف ودرة بنقابي، ودرة بنقابي ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، دول كانوا يعني اللي يستحقوا التكريم هذا الاسبوع في المشاركة في مشروع بنك الدعوة. مشروعكم يا جماعة، المشروع ده هيبقى مع كاس نهات، وهننزل بجولات في كل مكان وفي كل يعني في كل حتة في الدنيا، وممكن ناس في الست قارات ينزلوا جولات بالحاجات اللي انتوا هتحددوها في بنك الدعوة دي. فهذا مشروع خطير وعظيم ان احنا ننقي اقوى مواد القنابل اللي نعمل بيها الايه، اللي نشيرها ونعمل بيها الجولات بتاعتنا على النت وفي الارض. خلاص ان شاء الله باذن الله. مسألة بقى ايه بنك الدعوة لاول اتنين بعد العيد ان شاء الله يوم 13/10، يعني الاتنين الجاي هيبقى العيد، فيبقى ما فيش درس فيه ان شاء الله باذن الله غالبا، يعني غالبا الاتنين اللي بعده بقى باذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن ايه. يعني انا مش هقول لكم لسه هنتكلم عن ايه ليه، لان يعني انا بفكر يعني بالذات بقى بعد برنامج شبابيك على قناة الرحمة. يعني انا مش عارف انتم متابعين برنامج شبابيك ولا لا على قناة الرحمة. هي كانت محاولة، برنامج شبابيك ده 10 حلقات كانت محاولة يا جماعة ان احنا ننزل للشباب بشكل تاني. كانت معانا اول 3 حلقات بس مصورهم في الاستوديو، السبع حلقات الباقيين مصورينهم في الجيم، مصورينهم في سفينة من السفن، مصورينهم يعني كانت بتبقى الناس مالية السفينة حوالينا، حتى لو الكاميرا ما جابتش كده، لان كان ممكن يكون اصلا معظم اللي قاعدين متبرجات اصلا، فما ينفعش ان الكاميرا تجيبهم اصلا. يعني ايه، يعني اول مره يا جماعه نحاول ننزل الواقع. اول مره انتوا عارفين ان خط الواتس اللي احنا عاملينه اللي هو كان اسمه خط دين ديليفري غيرناه بقى اسمه خط بين الناس. بين الناس ليه؟ انا الاسم ده انا بحبه اصلا، بين الناس. انا هي دي فكره خط الواتس اصلا. احنا هننزل لكم يا جماعه، احنا جايين لكم، احنا بينكم، احنا معاكم، مش هنسيبكم باذن الله سبحانه وتعالى. فكذلك كانت هدف سلسله شبابيك كده، ان الدعاء والاخوه والاخوات قافلين على نفسهم البيت بتاعهم وقافلين الشبابيك، والشباب قاعدين في مراسي سيد عبد الرحمن والساحل الشمالي وشرم قافلين على نفسهم شبابيك. طب ما تيجي نفتح شبابيك في قلوبنا لبعض، طب ما تفتح شباك في قلبك لنور الله، طب ما تفتحي شباك في قلبك لنور الله ولنور حب الله، واحنا هنفتح شبابيكنا عليكم. فاحنا كنا بنفتح شباك، نفتح شباك في الجيم، نفتح شباك لناس قاعده في سفينه ننزل لهم ونتكلم معاهم رغم المعاصي والمنكرات الفادحة اللي كانت بتبقى موجودة في المكان، انما هننزل. والخطة اللي جاية ان شاء الله ان اتعمل شبابيك نمرة 2 باذن الله، ان احنا هننزل ديسكو وهننزل ملاهي وهننزل قهاوي باذن الله سبحانه وتعالى، هننزل في كل مكان. هو القضية قضية ان انا لازم انزل للناس، انا لازم اوصل كلمة الله للناس. قووا شخصيتكم وتجرؤوا، انتم جزء اساسي في هذا المشروع. المشروع ده ان نجح باذن الله وبفتح الله ربنا يجعلكم انتم سبب فيه. لازم تدعموا هذا الامر من خلال الجولات بتاعتكم تبقى قويه جدا، من خلال بنك الدعوه يبقى قوي، وقبل كل ده ان انت نفسك تتربى، وانت نفسك تتربى. امال احنا عاملين الورش ليه؟
امال الورش الايمانيه عاملينها ليه؟ والورش ان شاء الله بعد العيد يا جماعه هيبقى ليها منهج بقى ان شاء الله، هيبقى كل واحد وكل واحده بيلتحقوا بورش هيبقى في منهج، واحنا مخططين ان شاء الله ان يبقى في كمان يعني امتحانات، هيبقى في تواصل تربوي حقيقي بيننا وبين بعض باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا شدوا حيلكم، ربنا يعينكم. عدى 5 ايام ونحن في اليوم السادس الان في 10 ذي الحجه، عايزين نشد حيلنا ان شاء الله يا جماعه ونجتهد. يلا يا جماعه بقى، يلا يا جماعه بقى شدوا حيلكم ان شاء الله. اخونا ابو حفص، اخونا محمد مرسي ربنا يحفظه، اخ الحبيب، يعني عامل سلسله طلقات التغيير في ايام العشر او طلقات العشر اللي هو الورش الايمانيه للاخوه. يعني انا مش عارف الاخوه يعني هل هي مش عارفه ولا مكبره ولا ايه؟ حبيب قلب ادخل استفاد، حبيبي ادخل استفاد، يعني ادخل استفاد. يعني النهارده كنا وانا بفطر معاه، كنا بنفطر مع بعض يعني النهارده في افطار في مع خاصة اخواني بقى، مع اقرب اخواني ليا في الدنيا كده، كنا قاعدين مع بعض بنفطر في المسجد، فبتكلم معاه عن فكرة ايه طلقات العشر، فسألته عنها فقال لي قصة سيدنا ابراهيم وتضحيات سيدنا ابراهيم وبطولات سيدنا ابراهيم، حاجة مهمة قوي يا جماعة ومعنى تربوي عميق جدا، ليه اخواننا ما يحضروش؟ بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم. بعض اخواننا واخواتنا بعدين اسئله، يعني الحائض ويوم عرفات، ما احنا قلنا عادي، يعني انت ذكر الله ملوش دعوه بالحائض ولا بالنفاس ولا باي حاجه، يعني اوعى اي الشيطان يسول لك ان ده معناه انك ما تعبديش ربنا. برضو الاخت اللي بتقول انا مرضت هقدر اعوض، اميره امين، هقدر اعوض الايام اللي جايه ولا اتحرمت ثواب؟ ومين قالك انك اتحرمتي؟ ما هو زي ما ثواب العمل الصالح في العشر بيضاعف، ثواب المرض في العشر بيضاعف. مين قالك ان ذنوبك كلها ما اتكفرتش في الايام اللي فاتت دي في المرض؟ قومي وان شاء الله تعوضي وتسبقي كمان باذن الله سبحانه وتعالى. ما الافضل في العشر، القران ام الذكر المطلق؟ القران هو افضل الذكر، القران هو افضل الذكر، فانت ما تفضليش ما بين الاثنين، اجتهدي في القران واجتهدي في الذكر، الاثنين ان شاء الله باذن الله. وان كان طبعا الذكر المطلق في العشر له مقام خاص جدا، فيعني مش عايزين نضيعه باذن الله سبحانه وتعالى. هل من لم يستطع صيام يوم عرفه يقضي فيما بعده؟ يعني الحاجه اللي بتقضى هي من النوافل، يعني مش من الفرائض، هي الحاجه الراتبه، هي الحاجه الراتبه، انما هل نقول ان اللي يقضيه بعده ياخد ثوابه؟ اعتقد يعني للاسف يعني ايه مش كده. انما من لم يستطع، يعني من لم يستطع، يعني واحده حائض مثلا، يعني انت نيتك تاخدي بس ثواب باذن الله سبحانه وتعالى، يعني لو ده قصدك بمن لم يستطع، او مريضه مثلا نيتك تاخدي بس ثواب باذن الله سبحانه وتعالى. هل يوم زوجة مسلمة، اسم جميل، هل يوم عرفة يبدأ من الفجر ام من المغرب يوم الخميس؟ لا، بيبدأ من الفجر، و يعني النبي عليه الصلاة والسلام من بعد الظهر رفع ايديه بالدعاء ما نزلهاش غير قبيل المغرب، يبقى اذا العشي بالذات اعظم فضل في عرفة العشي، يعني من الظهر للمغرب، ويوم عرفة يبدأ من الفجر الى المغرب. هل ينفع ننوي الاضحيه الان؟ لا للاسف، الاضحيه بتبدا من العشر، من قبل العشر، عشان ممنوع اخذ من الشعر والاظافر، عشان ممنوع الاخذ من الشعر والاظافر. هل يمكن ان ادعو الله عند هذا اليوم ان يتقبل مني اعمالي هذا اليوم، ام هذا يعد سوء ظني في الله؟ يعني ايه هل يمكن ان ادعو الله عند فطر هذا اليوم ان يتقبل الله مني اعمال هذا اليوم؟ يا رب تقبل، ام هذا سوء ظني بالله؟ لا ازاي، لا ده مش سوء ظني بالله، يعني قصدك ان الظن بالله ان هو يقينا تقبل؟ لا ازاي، المؤمنين يجب ان تنكسر قلوبهم. لا ده انا لسه محضر لكم مفاجاه يا جماعه، بس في كلمه ماذا بعد العشر، في قول الله سبحانه وتعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. يعني هنشرح الايه دي ان شاء الله باذن الله في ماذا بعد العشر، وهنبين ان لا ده انت المفروض قلبك يخرج منكسر، مش تخرجي وانت حاسه انك انت خلصت اللي عليك، لا لا ابدا، ده احنا بنخرج لم نزداد بالعباده الا انكسار على انكسار. ربنا يسددكم يا شباب، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم، موعدنا يوم عرفات باذن الله، شدوا حيلكم، انت الاول وانت الاول، تطبيقك للكلام ده الاول، وبعد كده يعني اقلبوا الدنيا في الدعوة الى الله، ربنا يحفظكم بحفظه، ربنا يسددكم، ربنا يؤلف بين قلوبكم على طاعته وابتغاء مرضاته، ربنا يفرق كروباتكم ويزيل الهم والغم عنكم، ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا يا رب، اللهم امين يا رب. ربنا يبلغنا عرفات ويعني يجعله خير يوم مر علينا في حياتنا، ويعتق رقابنا فيه من النار، ويكفر عنا سيئاتنا فيه، ويعفو عنا يا رب، اللهم امين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا لنصرة دينه في الارض، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.